في اليوم الأول من منافسات الجائزة الكبرى للجيدو في تاشقند، بحث الياباني باللباس الأزرق كوغا جينكي البالغ من العمر 20 سنة في وزن 60 كيلوغراما عن فوز تاريخي، وهو ابن واحد من أبطال هذه اللعبة في العالم واسمه كوغا توشويكو. يمضي الشاب جينكي على خطى والده، فهو من الآن حائز على بطولة العالم للأواسط والأصغر. وواجه جينكي في المقابل الشاب بلباس أبيض ياغو أبولاتزي البالغ من العمر 21 سنة والمتحدر من المدرسة الروسية العريقة. لقد أظهر اللاعبان في النهائي قدرات هائلة، فكان الأداء جيدا ومتقاربا، وانتهى بعد نحو 8 دقائق في الوقت الذهبي. فاز خلاله الروسي بنقطة كاملة إيبون. ومن الواضح الآن أن اللاعبين سيلتقيان مجددا. رئيس اللجنة الأولمبية الأوزبكية رستم شاه عبد الرحمنوف قدم الميدالية لأبولاتزي الذي قال: لست متعودا على اللعب في الوقت الذهبي، كانت المنافسة صعبة وأنا أخوضها طيلة 12 دقيقة. قال لي مدربي إنه علي أن أستميت، أما أن أربح أو أن أبقى على الأرض، لذلك كان علي أن أقاتل. في المقابل كان واضحا أن الفريق الروسي لم يأتي إلى أوزباكستان للسياحة، فسيدة هذا اليوم هي سابينا جيليازوفا جاءت وسجلت الانتصارات في وزن 48 كيلوغراما، ولكنها في النهائي انهزمت أمام الأذرية ليلى علييف بعد 45 ثانية من بداية المقابلة. وسلم مدير التدريب والتربية في الجامعة الدولية للجيدو محمد ماريجا ميدالية إلى سابينا. تقول سابينا: في الحقيقة كان الفريق الروسي قويا اليوم، حصلنا على 3 ميداليات ذهبية وكان فريقنا قويا وقد أثبت ذلك بالفعل. كان هذا اليوم بالنهاية روسيا يابانيا، ففي وزن 66 كيلوغراما واجه الياباني إيدا يوجي منافسه يعقوب شاميلوف في لقاء غير مسبوق، وفاز خلاله اللاعب الروسي البالغ من العمر 28 سنة باللقاء. وخارج الإطار الروسي الياباني كانت هناك حركية أيضا، إذ فازت الكورية الحاصلة على الميدالية الفضية في الألعاب الأولمبية بوغيونغ جيونغ على الميدالية الذهبية إثر تغلبها على المنغولية كورولودي بيشلت بتقنية كاتاكوروما. وفي آخر نهائي في اليوم فازت المجرية هيدفي كاراكاس على البلغارية إيفلينا إيليفا بالجائزة الذهبية.